ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده، والتريلر اللي احنا هنعمله رياكشن النهارده هو فيلم تريلر او تريلر فيلم فانتسي مصري، ودي من الحاجات النوادر اللي احنا بنشوفها، وهو فيلم اسمه اوسكار أو عوده الماموث. فيلم اوسكار او عوده الماموث هو من تاليف واحد اسمه مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن اخراج هشام الرشيدي. هشام الرشيدي ده اللي كان اخرج قبل كده تجربة اخراجية السنة دي في دراما مسلسل مسلسلات رمضان، وهو مسلسل لانش بوكس. الفيلم من بطولة احمد صلاح حسني وهنادي مهنا ومحمد ثروت طفلة ليا سودان. ده كل اللي عرفت اوصله عن الفيلم. الفيلم احداثه او كلام عنه كتير مش متداولة قوي، بس الناس على فيسبوك من امبارح ولا من اول امبارح ابتدوا يتكلموا عنه، الفيلم الفانتسي اللي هينزل في مصر وهيبقى حاجة جديدة ونقلة جديدة. فانا عايز اشوف النقلة دي وعايز احضر النقلة دي لمؤاخذة. يعني ظهرت التريلر امبارح، وطبعا كنت لازم اعمل لها تريلر رياكشن عشان اشوف، يمكن الله اعلم، الفانتسي فعلا زي ما هما بيقول احنا هننقل بقى الفانتازيا في حتة تانية في مصر والكلام ده كله. يعني والله اتمنى من ربنا ان ده فعلا حاجة زي كده تحصل، لان الجانر بتاع الفانتسيز اصلا في مصر يعني صعب جدا، يعني مش احسن حاجة خالص. انا اتمنى ان الفيلم ده يكون كويس، يعني على مستوى التقنيات على الفي اف اكس والكلام ده كله، اتمنى ان هو يبقى معمول كويس. وطبعا التريلر نزل وكالعادة مشفتهاش ولا مرة، اشوفها معاكم دلوقتي الاول مرة فيلم اوسكار. يلا بينا. اعمل اي حاجه في الدنيا غير شغل. هنا في اركابين مفيش حيوان بيتحبس. احنا اوسكار This animal should be back now. I'm asking you what it is. دكتور سعد الشربيني، دكتور الفيل المشهد والمسؤول الاول والاخير عنه. اوكي، انا التريلر صراحه ما عجبنيش، يعني تخيلي حتى زي ما انا كنت بقول من شويه على موضوع الماموث نفسه، الفيل الكبير اللي معمول ده في اف اكس وايز انا مش عارف، مش عاجبني، حاسس ان هو باين قوي ان هو معمول، يعني باين قوي ان هو معمول مش حقيقي. يعني حتى لما تيجي تقارنه حتى مع افلام بره، انا عارف ان افلام بره حتى في الفانتسيز او في نوعيه الافلام دي مسابقنا بمراحل، يعني تختلف او تتفق معايا افلام اللي هي برا، يعني سواء افلام حلوة او سواء افلام وحشة، بس على الاقل بيبذلوا مجهود كبير جدا في عمل الحاجات دي. احنا لسه التقنية دي ما جاتش عندنا كويس قوي، موضوع الـ VFX ده احنا شفنا مؤخرا تجربة كويسة، يعني الى حد ما كانتش احسن حاجة برضو، بس كانت الى حد ما كـ VFX وايز كانت كويسة، وكان فيلم موسى فكان مشكور قوي اللي كانوا عاملينه في فيلم موسى. بس انا للأسف الفيلم ده كـ VFX وايز انا مش عاجبني خالص، واخراجيا انا مش عاجبني، ومعرفش ليه وانا بتفرج على التريلر جالي احساس شوية ان انا بتفرج على نفس الخط، يعني حسيت وانا بتفرج على التريلر ده حسيت شوية الفايبز بتاعت فيلم دراك الفاكرينه اللي هو كان اسمه رامبيج، بس بدل ما هو ماموث هو غوريلا كبيرة او كونج او whatever، يعني انا معرفش كان غوريلا كبيرة كان قرد كبير قوي، يعني نفس الفايبز. وبعد كده اختيار احمد صلاح حسني وهنادي مهنا لبطولة فيلم زي ده، انا من وجهة نظري شايف، مع كامل الاحترام لصناع عمل عودة الماموث او اوسكار، بس انا شايف من وجهة نظري يعني العمل ده حتى لو مبذول فيه مجهود كبير، انا شايف من وجهة نظري ما اعتقدش ان الفيلم ده هينجح على كل حال من الاحوال. انا يعني انا اسف ان انا بقول كده، طبعا انا بتمنى ان حتى لو تجربة زي دي ما تبقاش احسن حاجة في الدنيا، بس يعني حتى لو نالت اعجاب ناس كتيرة يبقى تمام، يعني حتى لو الفيلم ده نزل نجح اكيد مش هكره له الخير يعني، بس انا توقعي دايما يعني للأسف بيبقى في محله. فانا متوقع ان الفيلم ده لما هيجي ينزل ما اعتقدش ان في ناس كتير هتشوفه، مجرد هتخش تشوفه بس عشان تشوف الاكسبيرينس بتاعت الماموث والكلام ده كله، بس كفيلم وايز او قصه وايز اعتقدش ان الفيلم هيعلم مع الناس خالص. وبعد كده زي ما كنت بقول من شويه اختيار احمد صلاح حسني وهنادي مهنا لبطوله فيلم، يعني انا يعني مع كامل الاحترام اليوم هما الاثنين على عيني وعلى راسي، بس احمد صلاح حسني وهنادي مهنا ما اتفرج لهمش حتى على مسلسل في رمضان، يعني في البيت يعني مش هخش لهم سينما، ده انا ما اتفرج لهمش على مسلسل. يعني احمد صلاح حسني لو عامل بطوله مسلسل مع هنادي مهنا على بلاتفورم مثلا على ووتشيت او شاهد او اي حاجه،
من 10 حلقات مثلا مش هتفرج عليه مثلا، يعني انك انا اخش فيلم، فكره ان انا اخش له فيلم، فيعني اختيار اصلا اختيارهم هما الاثنين في فيلم زي ده انا بصراحه مستغرب جدا. يمكن الله اعلم بادجت الفيلم ما كانش كبير شويه، فعشان كده لجؤوا مثلا للممثلين دول احمد صلاح حسني وهنادي مهنا. يعني انا شايف من وجهه نظري لو كنت عايز فيلم زي ده مثلا، يعني حتى لو مش معمول احسن حاجه وكنت عايزه ينجح، انا شايف من وجهه نظري كنت على الاقل لازم تجيب ممثل قوي شويه، يعني يكون ليه عنده شعبيه كبيره اكتر من احمد صلاح حسني، وواحده تانية غير هنادي مهنا يكون عندها يعني شعبيه اكبر شويه من هنادي مهنا. يعني على الاقل الفيلم كان هيتشاف، حتى لو فيلم وحش بس على الاقل الفيلم كان هيتشاف. يعني انا ما اعرفش، انا مش عارف ممكن نسمي دي تيزر ولا ممكن نسميها اوفيشال تريلر، بس انا في كلتا الحالتين لو هنسمي دي تيزر انا كده كده اصلا ما اعتقدش ان انا اهتم ان انا اتفرج له على تريلر او اوفيشال تريلر. يمكن الله اعلم ممكن لما اتفرج على اوفيشال تريلر الوضع يبقى مختلف شويه. فاحنا لو هنسمي دي تيزر احنا للاسف مش هندي نسبه ترقب، فهنستنى اكتر لما ينزل الاوفيشال تريلر وندي نسبه ترقب. بس انا من اللي انا شفته ده يعني اتمنى اللي انا شفته ده بري برودكشن، يعني اتمنى ان هو لسه يكون لسه في مرحله البناء يعني للموفي، وما يكونش مثلا يعني وركينج بروجريس، يعني زي ما بيقولوا مش يكون ده خلاص الفاينل كات بتاع الموفي والفيلم هينزل على كده، لان اللي انا شفته عن نفسي انا مش شايفه مبشر بالخير بالمره يعني. فاتمنى بصراحه اشوف حاجه اقوى من كده يعني في التريلر الجاي، لان ده مكتوب ان هو الاعلان التشويقي فهو اتس ا تيزر، فهنستنى الاوفيشال تريلر وهنعمله تريلر رياكشن فهيبقى يا صابت يا خابت. بس انا من هنا هو بقول لكم لو حتى لو نزل له اوفيشال تريلر وجيت اتفرجت على الاوفيشال تريلر وعملت له تريلر رياكشن، عندي احساس ان نسبه الترقب بتاعه الفيلم ده مش هتبقى كبيره نهائي يعني. بس انا ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم اوسكار. انا بفكر والله حتى لو في اي حاجه بهرتني في التريلر او اي حاجه شدتني في التريلر، انا ما شفتش اي حاجه شدتني بصراحه للاسف. يعني اتمنى الاوفيشال تريلر يعني يكون احسن من ده بكتير، يعني اتمنى يقدم لنا حاجه اقوى من دي بكتير يعني. بس ما عنديش اي حاجه تانيه ولا عن فيلم اوسكار. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برده تعملوا سبسكرايب للشانل التاني اسمه هوم الون وتيك تو، هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. لو حابين تعملوا فولو لايك على فيسبوك وتيك توك وانستغرام برده هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.